أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال مميز من جمهورية مصر العربية الحبيبة. اخترنا لكم السيد إسلام مصطفى، مؤسس أكاديمية العميد للاستشارات والتدريب. بداية أسعد الله أوقاتك سيد إسلام. أسعد الله أوقاتك سيد عبد الله، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. اليوم إحنا يعني حابين في بداية برنامجنا نتعرف على شخصك الكريم ونعرف السادة المشاهدين على حضرتك. من هو إسلام مصطفى مع حفظ الألقاب؟ بارك الله فيك يا سيدي. إسلام مصطفى خريج كلية التربية والعلوم، مقيم في الإمارات منذ 16 عام. أسست شركة العميد، أكاديمية العميد للاستشارات والتدريب من 2011. ما شاء الله. وإحنا بنقدم خدمات في مجال الاستشارات والتدريب للمؤسسات وللأفراد لتطوير الكوادر البشرية في سوق العمل والوظيفة. جميل جدا. حابين إحنا نعرف السادة المشاهدين بالتفصيل على كيف بتقدموا هاي الخدمات سيد إسلام. أكاديمية العميد هي أكاديمية منوطة بالدورات التدريبية والاستشارات في كذا مجال، منهم على سبيل المثال وليس الحصر برامج التدريبية في مجال الإداري وفي مجال المالي وفي مجال الابتكار والإبداع، في مجال الذكاء الاصطناعي، في المجال القانوني والتحكيم والاستشارات الأمنية، في مجالات الخاصة بالتكنيكال والأمور إدارة المشاريع، المجالات الهندسية، يعني ده على سبيل المثال يعني وليس الحصر. جميل جدا. اليوم سيد إسلام، يعني خلال هالمشوار الطويل شو الإشي اللي بيميز العميد أكاديمي؟ بفضل الله اللي بيميز العميد أكاديمي هو انتقاء المحاضرين والمدربين المتخصصين في المجال للبرامج التدريبية أو الاستشارات، سواء استشارات الجودة أو استشارات اللي هي الأيزو. بنحافظ وبنحاول إن إحنا نكون نختار أفضل محاضرين وأفضل مدربين على مستوى الوطن العربي، وساعات بنجيب كمان على مستوى العالم. يعني عندنا محاضرين من الأمم المتحدة، عندنا محاضرين من أكبر جامعات العالم من داخل الإمارات وخارج الإمارات. بنعمل مؤتمرات خاصة بكذا مجال بتنفع الكوادر البشرية وبتطور الموظفين الموجودين في المؤسسات الحكومية والخاصة للتقدم في أعمالهم. جميل جدا. نتمنى لكم طبعا دوام التميز والتقدم والنجاح بإذن الله. سيد إسلام، أيضا حابين نتعرف على الرؤية والخطط المستقبلية للعميد أكاديمي. شو مفكرين بالمستقبل؟ وين بنشوفكم بعد سنتين أكتر أقل؟ إن شاء الله إحنا ماشيين على يعني منهجية إن إحنا إن شاء الله في 2025 حسب رؤية الإمارات إن إحنا نكون من أفضل الأكاديميات اللي بتقدم الخدمات اللي هي الاستشارية والتدريب، وإن شاء الله بنوصل للمرحلة دي إن شاء الله في خلال 3 سنوات بإذن الله. إن شاء الله تعالى نتمنى لكم دوام التقدم والنجاح بإذن الله. سيد إسلام، حابين أيضا اليوم نحكي على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الأمن والأمان الموجود، الحياة الاجتماعية الكريمة اللي بتوفرها دولة الإمارات. طبعا نعمة الأمن والأمان نعمة من الله عز وجل، ولكن أكيد يعني هاي النعمة تم المحافظة عليها من حكام وشيوخ دولة الإمارات برؤيتهم الحكيمة والسديدة. اليوم شو بيعني لك الأمن والأمان بدولة الإمارات؟ الدعم والتسهيلات اللي بتقدمها حكومة دولة الإمارات؟ طبعا كل الشكر والتقدير لشيوخ دولة الإمارات وقادة دولة الإمارات في سعيهم ومبشرتهم للحفاظ على الأمن والأمان، ودي نعمة من عند ربنا الأمن والأمان ديت. والإمارات دولة في أوائل الدول اللي بصراحة الواحد بيكون عنده إحساس عالي جدا بالأمان، وحتى في مجال البزنس، لأن البزنس بيحتاج للأمان بشكل كبير جدا. صحيح. وده بيخلي المستثمرين ييجوا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبتقدم يعني الدولة بتقدم لنا كل التسهيلات للتميز والتفوق.
وده أفضل حاجة وعمر يعني الحمد لله. أكيد أكيد نتمنى من رب العالمين أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع. آمين إن شاء الله. السيد إسلام حابين أيضا نتعرف على المتدربين اللي بيتوجهوا للعميد أكاديمي بياخدوا الدورة التدريبية بنهاية المجال هذا، شو بيستفيد المتدرب وكيف آلية يعني وصوله للشهادة، وهل الشهادة هاي وين معتمدة بالضبط في دول العالم؟ خلينا نحكي. تمام، بالنسبة للمتدربين طبعا بعد ما بيتموا بينجزوا البرنامج التدريبي بيحصل على شهادة معتمدة من عندنا اللي هي أكاديمية العميد للاستشارات، وإحنا أكاديمية معتمدة داخل دولة الإمارات. بالإضافة كم مدة الدورة التدريبية سيد إسلام؟ الدورة التدريبية إحنا عندنا كذا أوبشن ليها، في برامج تدريبية 5 أيام، في برامج تدريبية بتبقى 10 أيام، في دبلومات بتكون مستمرة لمدة 6 شهور ولغاية سنة. إحنا طبعا الحمد لله معتمدين من بعض الجامعات دولية، معتمدين من الهيئة الوطنية للمؤهلات بالإمارات، وعندنا مع البورد الأمريكي للتدريب، وبنتعامل مع محاضرين هم بيدربوا في الأمم المتحدة من مركز التدريب اللي تبع الأمم المتحدة. والشهادة بتساعد أي متدرب، يعني السادة المتدربين بيجوا حتى عندنا، في الترفيع، في الترقية، في تطوير خبراته، لان البرنامج بيكون جزء منه تعليمي وجزء الاكبر هو التدريب، لان هو فرق بين التدريب والتعليم ان التدريب بيكون فيه محاكاة اكتر وتبادل الخبرات. وان شاء الله بالتوفيق لجميع المتدربين اللي حضروا معانا على مدار ال 11 سنة، وان شاء الله مستمرين معاكم باذن الله في تحقيق أفضل نتائج إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. سيد إسلام طبعا إحنا نتشكرك على الاستضافة، استضافة حضرتك لنا بالمكتب الخاص بالعميد أكاديمي بإمارة عجمان. حابين أيضا نعرف السادة المشاهدين على كيفية التواصل مع العميد أكاديمي. طبعا إحنا عندنا ويب سايت الخاص بالأكاديمية، تمام، وعندنا رقم الجوالات وأرقام الهاتف الأرضية وصفحات اللي هي السوشيال ميديا كلها باسم العميد أكاديمي للاستشارات والتدريب. جميل جدا. إذا أعزائي المشاهدين، سهولة في التواصل مع العميد أكاديمي للاستشارات والتدريب. وأيضا حابين أيضا ننوه على شيء بسيط، إنه وين بيتم تلقي الدورات التدريبية والاستشارات سيد إسلام؟ الدورات التدريبية بتتم كلها في قاعات مجهزة، طب في فنادق 5 نجوم، قاعات تدريب مجهزة على أعلى مستوى وأعلى معايير للتدريب، بالإضافة إلى بعض التعاقدات اللي بتكون في المؤسسات الحكومية أو الشركات، بتكون في قاعات التدريب اللي موجودة عندهم في مقر العمل. جميل جدا. حابين في نهاية برنامجنا نشكرك جزيل الشكر سيد إسلام. شكرا. على حسن الاستقبال وحسن الضيافة، وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات أخرى بالمستقبل بإذن الله. إن شاء الله. أشكرك أستاذ عبد الله. كيف شكرا مرة أخرى. حياك الله يا سيدي. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.